الرابع مشتركة ببرنامج سمارت بيانو ليسن. شفتوا عكسي بالفيديو الأول اللي كان بعد 7 محاضرات، كان طريقة بسيطة، وهسه بعد مرور 20 محاضرة بعد ما طبقت قواعد نصائح برنامج سمارت بيانو ليسن قدرت إنه أطلع أغاني على السماعي. بالبداية كانت مقاطع بسيطة، وبعدين قدرت أطلع أغنية كاملة. كان حلم الطفولة إنه أعزف على البيانو، وما متوقعة أوصل لهاي المرحلة بهاي السرعة، وإنه قدرت أفصل إيدي اليمنى عن إيدي اليسرى وأعزف. لمست التغيير بحياتي، كانت تجربة فريدة من نوعها، وأنصح كل شخص عنده حلم يعزف على البيانو إنه يدخل برنامج سمارت بيانو ليسنز ويحقق حلمه.